المشاركون في ندوة التغير المناخي والأمن الغذائي المنعقدة في إطار فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي أبرزوا أن أفريقيا تواجه معضلة حقيقية في التوفيق بين ضرورات توفير الغذاء للساكنة وواجب حماية أنظمتها البيئية احتراما لحقوق الأجيال القادمة، غير أن مؤهلات المغرب الفلاحية وموقعه الجغرافي تدفع بعض المستثمرين إلى التفكير في الاستثمار الزراعي في هذا البلد. عندنا مشروع كبير لليبيا، وحاليا في انتظار بإذن الله تعالى إن شاء الله تحسن الأمور. بس عندكم استقرار وعندكم الأرض، يعني عندكم النعم، الجو والسوق، الأوروبا قدامكم، السوق أفريقيا وراكم. وانعقد إجماع المتدخلين في هذه الندوة على غياب الإرادة السياسية وضعف انخراط الشمال المصنع في دعم القارة الأفريقية والعالم الثالث في مواجهة التحديات المناخية ومشكل الأمن الغذائي.